دراسة أمريكية بعلم النفس قالت إنه كل ما زاد حس الفكاهة عند الرجل، كل ما كان أكثر جاذبية للنساء، وكانوا هالنساء مهتمين فيهم من الناحية الرومانسية بشكل أكبر. وبهالخصوص بعض المختصين بدراسة العلاقات الاجتماعية حددوا 4 فوائد للارتباط والزواج من الرجل يلي بيتمتع بحس الفكاهة. وأولا أنه بهاي العلاقة ما في مكان للملل، لأنه رح يلاقي العديد من الأفكار الترفيهية يلي رح تساعد بالقضاء على الشعور بالفراغ والملل. ثانيا، تجاوز المشاكل بشكل أسرع. كل الأزواج رح يمروا بنوع من الخلافات الزوجية يلي ممكن تختلف بشدتها، بس هالخلافات ما رح تطول بسبب قدرة الرجل يلي بيتمتع بحس فكاهي على تهوين المشكلة وعدم تهويلها، والصلح ممكن يكون عن طريق جملة منه أو ابتسامة. ثالثاً، رح تتلاشى المظاهر لكن شخصيته رح تضل مثل ما هي. أي شخص لما يتقدم بالعمر رح تختلف ملامحه وتتغير، بس الروح رح تبقى موجودة، وهو يلي بيساعد على بقاء الحب لفترات أطول مقارنة بالعلاقة يلي بتعتمد على الشكل أو الأوضاع المادية. رابعاً وأخيراً، الناس بشكل عام تنجذب للشخصية المرحة والبسيطة، كرمال هيك ممكن يكون الرجل صاحب الحس الفكاهي سبب لتقوية علاقتك بالأشخاص الموجودين بمحيطك.